السيدة أم محمود تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمود. الله يخليك يا قلبي، حضرتك عامل ايه؟ اتفضل يا حاج. أنا بكلم حضرتك، بصي أنا جوزي، أنا راجل طيب جدا ومحترم ويعني معلم كبير وكل صفاتي حلوة فيه، بس في مشكلة عنده لما بيجي يصلي بيصلي بسرعة جدا، ولما وساعات ما يرضاش يصلي الجمعة في المسجد، فأنا دايما بنتخانق معاه بنقول له روح صلي في المسجد، فبيقول لا رجليا بتوجعني مش بنقدر نركع في المسجد. سنه كم سنة؟ سنه كم سنة؟ 59 سنة. طب هو الكلام ده طول عمره بيعمله ولا بيعمله دلوقتي بس؟ انا طول عمري انا بتخانق معاه يعني الموضوع. معلش، بعيد بعيد عن خناق حضرتك يا حاج محمد، حاج محمود، هو طول عمره بيقول ان هو مش قادر يروح المسجد، ولا ده لما تعب مثلا بقى عنده لا دوالي؟ لما كان الاول كان فجر في المسجد، فدلوقتي اصلا حتى ممكن يبقى فجر وهو نايم في البيت مصحيه، يا ابني فجر بيأذن صلي. بس ماشي طيب ماشي، انا بقى تعبان وكده، هو دايما مريض ضغط هو اصلا، ودايما بيعاني من الصداع وكده يعني. فانا بس انا من الصرب يعني، هو برضه بيتحرك كتير، ممكن بيروح يقعد على القهوه، بيعمل حركات يعني، طيب بيمشي وبيروح طيب يا ويجي. حاجة، خليني اقول لك يا حاج محمود، اقول لك حاجه كده وقولي لي اذا كان صح ولا غلط. انت الان دلوقتي من ان هو بدا يتغير، واول حاجه لمحت ان هو يتغير فيها علاقته بربنا، وانت الان على العلاقه اللي بينك وبينه، لان العلاقه اللي بينك وبينه مبنيه اصلا على علاقته بربنا، فانت الان عشان كده. الكلام ده صح حاج محمود؟ يبدو ان حاج محمود التليفون اتقطع معاه، عشان هي كمان الصوت كان فيه شويه غلوشه. بص يا حاج محمود، انا شايف ان الطريقه الاحسن ان احنا نتكلم مع زوجنا بطريقه مختلفه شويه، ان فكره ان انت غلبتي معاه وان انت بتضغطي عليه، هو ممكن الضغط عليه ده يحسسه في الوقت دوت ان هو خلاص ما بقاش مستحمل. فانا رايي عشان انت تخففي من عليكي، انا عارف ان انت بطله وعايزه تساعديه وعايزه تساعديه على تقوى الله، وده حاجه حلوه قوي، وربنا يديم الخير ويديم على الزوجات اللي هي عايزه تساعد زوجها ان هو يترقى في السير الى الله. بس بالله عليكي ما تخليهوش ينفر، ما تخليهوش ايه ينفر، ما تخليهوش يحس بان هو حاسس ان بقيتي انت متحوله الى جلاده. فنعمل ايه؟ نقول له كده، نقول له على فكره انت طول حياتك راجل بتاع ربنا وانت وشك منور، فتعالى نكمل المسيره، البركه بتملى البيت، وانت بركه، وانت البركه اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبنا اياها، تعالى بقى نكمل، وربنا سبحانه وتعالى بيحب ان انت تروح يوم الجمعه كده وتشوف الخير. بس اذا كان هو فعلا عنده مرض بيمنعه، بس انت بتقول ان هو بيخرج، فانا شايف ان هو يستطيع ان هو يروح يوم الجمعه ويقعد على كرسي زي ما الناس بتصلي، ويصلي على كرسي، وده مش عيب يا حاج محمود، مش عيب ان انت تروح تصلي جمعه وتقعد على كرسي زي ما الناس بتحصل، بس ما تسيبش صلاه الجمعه. وانت يا حاج محمود بشريه بان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، وان الحياه ما بقاش صعبه، وان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه ويفتح عليه.